啊！خير وحشينا جدا جدا جدا. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. منيح؟ كله تمام. جاهز لليوم؟ ان شاء الله. طب يا جماعه بصوا النهارده يوم مش عادي. كل الناس بسرعه اللي لسه ما عملتش لايك تنزل تعمل لايك، اللي لسه ما عملتش سبسكرايب تنزل تعمل سبسكرايب. بصوا يا جماعه بقى انا لقطت اسلام في الاجازه النهارده بتاعته، ومفروض ان هو اجازه من الشغل بتاعه واجازه من الجامعه وكل حاجه. فانا والله والله التحدي ده انا ما رضيتش اعمله مع اي حد، قلت اسيبه للعبد لله. فالنهارده قررنا ان احنا نعمل تحدي الموت، اللي هو تحدي المكرونه النودلز الكوري، تمام، الشطه السبايسي. يعتبر اسلام اول مره هيشوفه، بس اسلام اصلا متعود على الشطه، هي دي شويه شطه زياده بس، يعني اسلام عادي شغال. الدور والباقي عليا انا. فانا جايبه علبه مناديل وهجيب ازازه شوب ميه كده كبير كده يفضل مسليني طول اليوم، وهنشوف بقى مين فينا اللي هيكسب، واللي هو اكيد انا اللي هخسر يعني، بس دي برضو يمكن اكسب لا قدر الله. يلا نخش على التحدي. يلا بينا. طب يا جماعه شايفين النودلز هنا كده، تمام؟ النودلز هي بهارات، لا عباره عن سمسم، ما تفهموش، عباره عن سمسم مع شويه حاجات كده مش فاهماها، تمام. والشطه دي هنضربها في الاخر، يعني في الشطه دي هنضربها في الاخر، لكن دي بتاع اسلام والطعم بتاع اسلام. نمسك معلقه. ادي النودلز تمام اهوت، وادي الشطه بتاعت اسلام بيك، الشطه بتاعتي انا، ونبتدي بقى التحدي بتاعنا. جاهز يا ريس؟ تمام يا معلم. هتخش يا معلم؟ خش يا باشا. يلا احنا نديلنا سيف بقى عشان يصور. طيب يا جماعه دلوقتي هننزل كيس الشطه، تمام، وربنا يستر. هو ايه ده، كل ده شطه ولا ده دقه ولا دي ايه؟ شطه يا معلم، شطه يا ايه يا معلم. ريحه الشطه يا جماعه، ريحه الشطه دخلت مناخيري، والله والله دخلت مناخيري. بصوا اهو مفضيه كيس الشطه مش مخليه نقطتين حتى فيها، تمام. سيبها على الحرف كده عشان امي ما ايه، لا والله سيبها كده عشان ايه، امي ما تشتمنيش، تمام. نقلب كده، الشطه دخلت مناخيري. شطه زيت دي ولا ايه؟ شطه زيت؟ اه انت اخرك الكشري بتاع مطعم ام هند ده، ولا مطعم هند، مش قادره يا جماعه، الريحه نفسها داخله مناخيري ومش قادره. ده تاني ولا ايه؟ قلب بقى يا معلم. بصوا يا جماعه شايفين منظرها رهيبه، جهنم الحمراء وبئس المصير، جهنم الحمراء والله. انا عايزه افهم الناس حرفت الشطه دي انتوا ازاي كده، ازاي إيه؟ نار بتطلع من بقكم داخله رايحه داخله ايه ايه الوضع، الشطه دي كيف. المهم بقى يا جماعه عايزكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات يا جماعه، والله ما اعرفش ازاي، ولازم يوصل لل 200 الف في اسرع وقت. فبسرعه لسه ما عملش لايك يعمل لايك، لسه ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب. قلب يا معلم، قلب من فوق لتحت كده ويمينك شمالك و مالك انت مش ليك ان انا اكله خلاص؟ لا انا اللي يهمني ان كله يبقى فيه شطه كده عشان يبقى ايه، متساوي الاطراف. انت مالك متساوي الاطراف ولا متساوي الساقين؟ مين ان انا اتاكل خلاص؟ بس انا بس همسح الشطه، مش جايبالي شوكه ليه؟ همسح الشطه دي تمام؟ عشان ايه يعني في شطه كتير قوي في المعلقه، يعني هاكل معاها. عايزني روح جيب لك شوكه. لا هاتيها. لا روح جيب لك شوكه. لا لازم نبدا التحدي دلوقتي حضرتك. لا مفيش استطعام، استطعام دي الف ب ما ينفعش تحصل. جاهز يا اسلام؟ انا هاكلها كلها في بقي واحد ولا ايه؟ يا جماعه اقعدي بقى. مناديلي مناديلي اهم حاجه تبقى قريبه مني عشان انا مش هقدر، مش هقدر. واحد اتنين تلاته. كنا جبنا رز اسهل. عيد هتخش في عيني. طب انت ايه تاني طيب؟ مين
نوسع بقى كده. ولا على خلاص من الاول ولا ايه؟ فكرة بتشرب مية غلط. لا إله إلا الله. نمتي ولا ايه؟ مستعجلة بقى وداخلة البتاع ويلا اعمل. مش قادرة شوية شوية هتلاقي بتنزلي مية جنبي. مش قادرة اتكلم. ايه دي؟ صلى على النبي. تشربيش مية طبعا تشربيش. نزليش ما عليا بس. مش قادر اتكلم. يا جماعه لساني مش لاقياه. في التهابات. ده كمان ولا ايه؟ مفيش ميه يا بنتي والله. الميه دي اللي بتزودها لك اكتر. لا حقيقي والله. انت ازاي كده؟ انا مش قادره والله. الشوكه بتاعتك دي محتاجه شوكه. مش قادره.
لا وانا دخلت بصدرك جامد قوي يعني انا دخلت بصدرك ها ومسك يا وكده يعني انت كده تسلق في الكلمات مش عارف اتكلم سيبي لي بقي طيب اتنيه لاش اجيب لك ازازه جديده ليك يا ست هي مش قادرة انا مناخيري فجأة في عياط في كشة نفس هنا مقلكوش يا سلام انت ازاي كده الواد ولا قال اي حتى الفلوس بقى هتدفعها لي بقى ولا كده ولا ولا انا داخل شغلتي مغليتي انا مش قادره لساني وجعني يا جماعه والله ما قادره وحياه ربنا ما قادره انا ما باكلش شطه اصلا وكلت ثلاث معالق كده قلت خلاص هما خمس معالق وهخلص الموضوع بس الموضوع طلع اكبر من معلقتين خلاص 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 سكوتك ده هيخليك تبقى زيي لا يا ستي بقى سكوتي بقى هي بس المعلقه الشوكه دي مبوظه الدنيا سلام يا جماعه مش شايفه حاسه ان في ثبات انفعالي غير طبيعي ثبات انفعالي غير 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 طبيعي نسيب لك شويه لسيف سيف نايس نايس والله ما قادره يا جماعه مش قادره في شطه لابسه خلصت لتر ميه مفيش شيل الدولار مش هيقدر ياكل معلقه وحياة ربنا ابدا والله عيب سيف هياكل طب يا جماعه انا هخلي سيف يدوق دلوقتي قدام عينيكم حياة ربنا بتعيط مين انت والله ولا بعيط ولا ايه حياة ربنا بتعيط متعود يا بنت انا بحب الشطه الزيت دي جدا مش عارف كل ما اكل شطه لايه بس بذمتك الشطه دي ولا الشطه اللي انت بتاكلها عارف انا مش هي حته بس تخوف شويه انا ما مش قادره مش قادره والله لساني حاسه اني مش حاسه بيه حط لازم احط مناديل عليه ما بصوا الدنيا نهار كده بس احنا قلنا نشغل النور عشان ايه نشوف الرياكشن بتاع سليم منورين وانتوا لابسين شبه بعض كده يلا سيف ملوش في الشطه والمعروف عنه ان حتى المخلل ما بياكلوش ما تخلص ايه ده يا عم. لا استنى كيف مكونه بشاميل استنى كده كده يا بابا ولوكشه واحده كده يلا يلا ارفع ارفع حطها كلها على بقك كلها على بقك سيف سيف بياكل شطه يا نهار ابيض ده المخلل والله ما بياكل في شجاعة عالية في شجاعة عالية في شجاعة عالية الاخبار تمام والله انت كنت في معلقتين لا لا ثاني مش حاسس بحاجة مفيش مفيش ودان بالطرقة؟ لا خالص؟ امال بتشرب ميه ليه؟ عادي يا نعطشان يا جماعة يا جماعة سيف سيف بعد ما خلص خلص مش قادر يتكلم ايه الاخبار؟ يا كوكو يا ابو الابطال على الهادي يا اسطى على الهادي يا ابني خلاص خلاص الواد انت هتشرق هتشرق يا خدت طلقة طب يا جماعة ده جاي يستحمى هنا في الشارع تعملوا اللايك والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ولا عايزين تحديات زي دي امال لو كنت كلت الطبق زي ما انا كنت قاعدة باكل كده كنت عملت ايه انا حاساك سخن الواد مولع الواد اللمبه شغاله فوق
اول مره اشوف حد بيعمل انت بتعمله ده. ده البنت استنجلت عنك يعني. لا لا انا والله كنت عايزه اعمل فعلا امسك المناديل واحطها على لساني من كتر الشطه. ارفع راسك يا سلام، ارفع راسك يا سيف، انت مصري ارفع راسك ما تدمعش. اوعى تعيط اوعى تعيط.